جينا لهنايا كنادي صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره الله يجازيه بخير الله يعاونه الله يوفقه، بغينا يفتح لنا المركز. رحنا عينا وتعذبنا وتكرفصنا، راه ولدي انا جيت سجلته هنايا كان عنده 6 سنين، دابا تبارك الله عنده 10 سنين وباقي ما كاين حتى شي حاجه، ما تحلش المركز. انا عييت الجمعيات راه حروني غير بسميين الجمعيات على حسب برا المركز كتجبر الجمعيه، ملي كتدخل كتجبر تكاليف خياليه 1200 درهم 1300 درهم الحصه من 1150 درهم الفوق، يعني هادشي هذا انا عييت بني وصلنا 10 سنين فيقيت حال هذا المركز يعمل ولدي 20 سنه هاد الشهاده هادي طلعت لي للرباط جوج المرات باش عدلتها، قالوا لي بان عاد تستافد في الجمعيات وفي المراكز طلع من الرباط تعدل هاد الشهاده بان صاحب الجلاله محمد السادس غيعمل لكم واحد الدعم او واحد الثمن رمزي باش تعاونوا ولادكم باش دخلوهم للمراكز او لا شي حاجه او لا الخلاص ديال الطوبيز او لا الطب او لا التعليم غتستافدوا من هاد الشهاده هادي، هاد الشهاده ما استفدتش منها، هاد الشهاده هادي عندي مطويه في المجرغ مالت ما استفدتش منها، يعني كخصني نخدم انا وخصني نخدم راجلي مع الاسف انا ما خدامهشي، راجلي عنده خدمه ضعيفه ما كنقدوش على التكاليف ديال هاد الوليدات هادو، راه انا كنهضر على صفات ولدي عنده التوحد والاعاقه الذهنيه، يعني ما كنقدر لا التعليم المدرسه ما كتقبلوشي، الجمعيات كنجبشي اي جمعيه في طنجه التحقت بها، كنجبر الجمعيه مكتوبه برا، ولكن ملي كندخل كنجبر بريفي ماشي الجمعيه، حنا كنعرفوا الجمعيه يعني هي اللي كتعاون، ولكن ملي كنمشي كنجبر داخل بريفي، يعني خصك تخلص واحد الثمن اللي هو اقل ثمن 1200 درهم. هذا الشيء علاش؟ حيت انا ما عنديش الرميد. مشيت للمراكز ديال الدوله جوج اللي كاينين في طنجه، مشيت ليهم قالوا لي تينا ما عندكش الرميد ما يمكنش تستافد من هاد المراكز هادو، حيت عندك الضمان الاجتماعي، انا الضمان الاجتماعي ما كنستافدش منه، يعني ديك الضمان الاجتماعي غيخلص لي الحصص، غيخلص لي التمدرس ديال بني، غيخلص لي المركز، الضمان الاجتماعي ما كنستافدش منه مع الاسف انا الخدمه دراجلي ضعيفه، يا عمر غيستافد شي حاجه قليله، دابا كيقولوا لي ابنك وصل واحد السن اللي ما غيبقاش يستافد حتى من ديك الضمان الاجتماعي، يعني في الخلصه ديال الشهريه ديال الخدمه ولا شي حاجه، هاد العائل شنو غنعمل له؟ هاد العائل غنخليه في الدار جالس، مادام هو اصلا جالس في الدار، كنعمل الحصص بالزز، كنمشي في الطوبيس كيقولوا لي خصك تخلص، هاد الحصص اللي كنعمل راه كنعملو مكلفين فوق الجهد ديالي، ولدي دابا طالع في 11 عام، وباقي لحد الان ما استقلش ذاته، ما كيدخلش التواليت لراسو، ما كياكلش لراسو، ما كيعرف حتى شي حاجه، الا سرحتو كيبقى غيجري، هاد العائل خصني نجيبو لهاد المركز، ما كرهتش يلتحق لهاد المركز بكري، ما حدو باقي في الطفوله ديالو، ما حدو باقي في الصغر ديالو. المركز كنمشيو ليه كيقولوا لنا عامرين، حاليا انا مسجله، حاليا انا مسجله في المركز ديال بوبان هادي عام ونص، كنمشي كيقولوا لي عامرين جيت للمركز هذا قالوا لي 3 سنين وباقي ما تحلش. كنناشدوا صاحب الجلاله محمد السادس، بغينا الدعم للمعاق، بغينا الدعم للمعاق، حنا هاد الفئه هادي المعاقه، حنايا هاد الفئه هادي المعاقه، تا واحد ما كيدعمنا، تا واحد ما كيعطينا حتى شي درهم، المراكز ديال الدوله كلشي عامر، اللي فيه 60 طفل، اللي فيه 40 طفل، المركز هذا مجدود، يعني غير 120 اللي كتستافد، هادي طنجه الكبرى، حنا بغينا مراكز، كنناشدوا محمد السادس يفتح لنا المراكز ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، للأطفال التوحديين، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، المعاقين كاملين، راه حنايا ضايعين، وليداتنا ضايعين، فقدنا الثقة في المسؤولين، عينا ما كنهضروا، حتى واحد ما كيشوف فينا، حنايا كنترجوا من الله من محمد السادس نصره الله، يعملنا تنقل مجاني، تنقل مجاني للأطفال المعاقين والإعاقة كاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، لا يعقل المعاق يمشي الترامبيه كيخلص، الأم ديالو كتمشي معاه جوج دمرات ثلاثة دمرات في النهار، ترويد السلوك، ترويد دنق طبيب نفساني، كتمشي كتخلص عليها وعلى المعاق، واش المعاق عباد الله خدام؟ واش المعاق كيجي شي دعم من الدولة؟ والمعاق باش يخلص ديك الطوبيس، باش يخلص المعاق الترويد، باش يخلص المعاق، راه حنا كنعانيو في صمت، راه حنايا كنعانيو في صمت، يا صاحب الجلالة، يا صاحب الجلالة، يا ملك محمد السادس، الله يطول عمرك، أنقذ المعاق، المعاق ينادك يا مالك محمد السادس، المعاق ينادك، راه حنا أمهات وآباء ذوي الاحتياجات الخاصة، كنعانيو في صمت، راه الرجال ديالنا كيربحوا 100 درهم في النهار، ثمن الدولة، 100 درهم في النهار ثمن الدولة، ما كملاش 3000 درهم في الشهر، وأنا الطفل عندي معاق، كيحتاج 3000 درهم في الشهر، طفل معاق كيحتاج 3000 درهم.
درهم في الشهر، ما يمكنليش نشوفها 3000 درهم ونشوف ديك الطفل المعاق نعمل له الثروه ديال الناطق دستولك طبيب نفساني طوبيس ديالو وهذيك العوا اللي عندي في الدار اربعه اخرين واش يموتوا بالجوع؟ والبقال كيسال، امانديس كيسال، مواد غذائيه كلشي غلات، كلشي طلعت، الزيت طلع، الطحين طلع، امانديس هلكتنا، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، زائد هادشي عندنا اطفال معاقين. جينا اليوم هنايا باش ننظموا وقفه احتجاجيه باش سيدنا يسمعنا صاحب جلاله الملك محمد السادس الله ينصره الله يطول لينا في عمره باش يفتح لينا المركز ديال محمد السادس للمعاقين ويوفر لينا جميع احتياجات الطفل المعاق من ترويض حسي حركي ترويض النطق اخصائيين نفسانيين ذوي خبره في الطفل المعاق والرياضه بالطبع اللي قال لك العقل السليم في جسم سليم اللي كتنمي لهم المهارات الحسيه والحركيه والتركيز بالاضافه الى حنايا هنايا الامهات الاكثريه يعني امهات ضعافين بزاف حاله مدنيه الماديه ديالهم مقاسحين بزاف فيها كيطلبوا ان هذا المركز يتوفر على الحاجيات ديال الطفل المعاق بالمجان كيطلبوا يعني المجانيه بالنسبه للترويض الاطفال ديالهم بالاضافه الى الامهات اللي مجمعين هنايا معنا امام مركز ديال محمد السادس للمعاقين باغيين اطور باغيين مختصين ذوي خبرات وذوي كفاءات عاليه باش يكون واحد الانتاج ديال وليداتنا ويكون تدريب يعني مهيكل ومدروس بزاف.